ما ابو حد يخلي هنا ذا ما بدنا نطول هون لا في حلفوت ورانا يلا تكبير يا شباب تكبير يلا الله اكبر قول يا رب صيح ابوال صيح طيران بس لا الحمد لله غبر حمراء تراب ويد ويد
الرحمن الرحيم. الله أكبر وعزة الله. عاصفة الجنوب الفيلق الأول لواء الكرامة يقوم بدك مواقع. الله أكبر. Tank shells were the first explosive weapon that AOAV recorded in Syria, and they've been widely deployed within villages, towns, and cities. The T-72M is the largest and most sophisticated battle tank that Syria has, with at least 1,500 of them in the country's stockpile at the start of the conflict. The main gun of the T-72 مجموعة سلاحنا الأعلى، سلاحنا الأرض، سلاحنا الطابور، سلاحنا كذا، بده يتوزع وبأقصى سرعة، بأقصى سرعة بدك تدخل وبقوة النار والحركة. الله يرضى عليكم يا شباب، ما بدنا نخسر واحد، ما بدنا نخسر واحد. أنا بدي ياكلوا ضربة العمر. بإذن الله الدبابة. Момент ракета боевиков попадает в одну из БМП. لا صح.
а машины вновь уходят за подкреплением. Thank you.
Освобождены важные для безопасности трассы кварталы. Потери армии составили 2 погибших, 13 раненых. Повреждены 3 БМП. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أربعة أربعة 2015 الله أكبر استهداف بكام في تل أعور الله أكبر الله أكبر الله أكبر شلع أو شلع الله أكبر شلع أو شلع الله أكبر شلع أو شلع سدد الله أكبر جاهزين يلا هدي اخوتنا في العقيدة يلا خربان صار خربان روح 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 نظامي روح نظامي ممر نظامي تحت الجسر الله أكبر 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 على طريق جسر الشغول أريح راجمي مع 14.5 تحت جسر محمبيل الله أكبر واحتراق بالكامل الله أكبر 6/5/2015 الله أكبر محرقة تحت جسر محمبل الله أكبر محرقة تحت جسر محمبل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لواء أمان خاصة تجمع سقوط غاب استهداف راجمي زائد في كار 23 تحت جسر محمبل الله أكبر وانفجار راجمي بكامل الله أكبر 5/6/2015 الله أكبر بصاروخ تاو واحد الله أكبر الله أكبر والعزة لله الله أكبر الله أكبر تدمير الراجمي في الكامل تدمير الراجمي في الكامل مع مدفع 23 كان جنبه تحت جسر محمبيل 5/6/2015 تجمع صقور الغاب الله أكبر والعزة لله انفجار الصواريخ داخل الراجمي الله أكبر راجمي من العيار الثقيل راجمي 40 صاروخ زائد مدفع 23 كان بجانبها تحت جسر محمبيل بصاروخ تاو من قبل أبطال صقور تجمع صقور الغاب 5/6/2015 الله أكبر والعزة لله الله أكبر والعزة لله الله محييكم صقور الغاب الله أكبر انفجار الزخيرة انفجار الزخيرة زخيرة الراجمي الله أكبر والعزة لله الله أكبر تدمير الراجمي من العيار الثقيل زائد مدفع 23 كان بجانبها من قبل أبطال صقور الغاب بصاروخ داو 5/6/2015 في تحت جسر محمبيل الله أكبر وهاي النار تشتغل في الزخيرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر
استجاب علي في حاجة العماد في محنبل الله أكبر في صاروخ داو الله أكبر. يا رب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تجمع صقور الغاب يقوم باستهداف الرتل المنسحب من محنبي. الله أكبر. آخر واحدة من وراء قبل الأخيرة. يلا 6/6/2015. لا الأخيرة الأخيرة. الله أكبر. يلا آخر واحدة من وراء. اشتعلت الله أكبر. اشتعال دبابة الله أكبر. الله أكبر. لواء أمام خاصة تجمع صقور الغاب استهداف الدبابة الهاربة من محنبل المحرر بعد استهدافها بصاروخ تاو. الله أكبر. دمر هلق دمر هلق دمر ومر. قديش ناديتك يا علي عبد الله؟ والله ما سمعتك وانا صح المح صوتي والله من أول أمس. خليه طايح. الله أكبر الله أكبر. والله العظيم ناديتك يا علاء. نعم طلع فجر ذاك المكان. الله أكبر الله أكبر. مجزرة بحق النظام على طريق جسر الشغول أريحة جسر جنقرة طريق جنقرة. الله أكبر. بأيدي أبطال الله أكبر الله أكبر. الله أكبر 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 رجع قلبه والله رجع قلبه والله الله أكبر. يلا الله أكبر. لواء خاصة استهداف الأرتال الهاربة من محنبيل. الله أكبر. طج صقور الأريحة قرية جنقرة. الله أكبر. بصاروخ تاو لواء من خاصة تجمع صقور الغاب. دمر دمر هذا مو دمر الهواء ناشي. نقل هدف بدك إياه. نقل هدف بدك إياه. ها هنا هو عم نفق هنا هو الورقة 23 جنيه. هل عندي زيد؟ يلا تفكر على الروح. عندي زيد طوره. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. لواء أمام خاصة تجمع صقور الغاب استهداف الأرتال الهاربة من قيد الحبس من محنبيل.
الله أكبر. استهداف 23. الله أكبر. لواء المام خاصة تجمع صخور غاب. 6/6/2015. الله أكبر. الله أكبر. نزل خنازير نزل. الله أكبر. الله أكبر. تدمير مدفع 57. تدمير مدفع 23. الله أكبر. وين تضرب؟ الله أكبر. انفجار في مدفع 23 محمد علي كاب. الله أكبر. ومخزن خنازير بالكامل. وال 57. الله أكبر. الله أكبر. انفجار مدفع 57. الله أكبر. الله أكبر. تجمع صخور غابي وأمام خاصة. 6/6/2015. استراد أريحة جسر الشهور حاجز جن نقرة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وتحرير محمبيل. الله أكبر. الله أكبر. استهداف مدفع 23 محمد بالزخيرة زائد مدفع 57 زائد دبابة من الأرطال الهاربة من حاجز محمبيل المحرر على طريق جسر شغول أريحة لواء المهام الخاصة تجمع صقور الغاب. الله أكبر. في صواريخ التاو. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. انفجار دبابة بعد استهداف بصاروخ داو لواء المهام الخاصة تجمع صقور الغاب. الله أكبر. 6/6/2015 على جسر جنة تقلق القرى. نحن الآن في منطقة جسر أم حنبل حيث لاحظنا الدمار الذي لحق بمشيات أسس وفي المدافع والآليات، حيث لاحظنا هنا جثث متفحمة. فالمجاهدون اليوم صباحا تمكنوا من السيطرة على بلدة حنبل الذي تقع على يميننا وعلى حاجز المعصرة فيها خلفنا. بعدها وصل المجاهدون تقدمهم وسيطروا على بلدة جنة القرى بالإضافة إلى عين الحمراء. واتباعي من ايران وحزب الله. خليلي مصلحة مصلحتي ان شاء الله باذن الله. ايام سوف ندوس اللاذقية باذن الله مع عقل النظام. في معركة سحق الطغاة. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. اشتعال الدبابة. الله أكبر. بعدها ضلع. الله أكبر. لواء المهاجرين والأنصار تدمير دبابة داخل مطار الثعلب. الله أكبر. يا رب يا رب يا رب يا رب. بسم الله 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 بسم الله. الله يسدد يا رب يا رب يسدد يا رب يسدد يا الله يا رب يا رب يا رب يا رب بس تأخرت ما بتشوي ما بتأخرت على قد سيد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تم إسقاط طائرة ميغ. الله أكبر. فرقة عمود حراك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تم إسقاط طائرة ميغ بفضل المجاهدين. الله أكبر. الحمد لله الحمد لله. الله أكبر. الحمد لله الحمد لله. 11/6/2015 إسقاط طائرة ميغ حربية قادمة على أرض مصر الحرير. الله أكبر والعزة لله. الثورة مستمرة وحياتنا مستمرة. الله أكبر. لواء المهام الخاصة التابعة لجمع صخور الغاب يقوم باستهداف دبابة على حاجز المصاصني بصاروخ تاو بتاريخ 13/6/2015. الله أكبر والعزة لله. دبابتي 72 على حاجز المصاصني. الله أكبر 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 الله أكبر. إجارة دبابتي 72. الله أكبر. استهدفت بصاروخ تاو وكتب اللواء المهام الخاصة تابع لتجمع صخور الغاب. الله أكبر. 13/6/2015. الله أكبر. تجمع صخور الغاب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. 13/6/2015. الله أكبر. الله أكبر.
ارفعوا رؤوسكم بهذه السيوف، هذه بلاد الشام. Belgian police have raided 4 dozen homes in their search for potential extremists who recruit young people to travel to Syria to join rebels fighting the government there. بخلني انا ضد الشارع وحيني شارون الاسرائيلي شارون الاسرائيلي اذا بيجي لعندي وبخلني انا يا ابو فادي ضد بشار هو عيني. انا طارق محمد الغدا مواليد 1988. هلا بعد ما صارت حرب سوريا، بعد الحرب على سوريا شنيت بعض دول عربيه وغربيه صارت تبعت المسلحين على سوريا وسووها حرب طائفيه. ما يصير بسوريا يعني اكثريتها هي حرب اعلاميه ضاله على سوريا. نحن الآن في منطقة القاهرة، في منطقة الخالدية شارع القاهرة، نقوم بإحكام طوق على المسلحين من جميع الجهات وبإذن الله سنقضي عليهم ومنصورين. هذه النيران، نيران صديقنا، تابع عمل. النساء نعم، هذا هون خط الحرب، خط الالتحام مع العدو السلف الإرهابي. سلفيون الآن محاصرين. الآن السلفيون محاصرين من جميع الجهات ويستنجدون بالدول الخائنة في الخارج لإيصال الإمدادات لهم، ونحن بإذن الله نحكم السيطرة على هذه المنطقة، منطقة الخالدية. الآن كم شهيد في العدد؟ تقريبا بين 5 و7 شهداء موجودون في الداخل في أثناء الاقتحام باتجاه المسلحين. نعم. أنت تنتظر في مقاتلة؟ أكيد نعم، نحن ننتظر القيادي والمجاهدين لإعطائنا الأمر في التقدم، ويوجد منهم الكثير من القتلى والأموات، هم الإرهابيين يعني بين قوسين فطايس. أنت قبل الحرب شو شغل؟ العمل؟ كنت أعمل سائق شاحنة، شاحنة كبيرة، والآن مجاهد في سبيل الوطن، سبيل الأرض. هلا انا الصفحات اللي عم نفتحها هاي صفحات المقاتلين الغرب والمرتزقه اللي عم تجي على سوريا. هذا واحد تونسي عم يعطي فتاوى للمجاهدين بيسموا حالهم يعني مجاهدين بسوريا ويقتلوا اخوانهم، انه كيف لازم يجاهدوا ويذبحوا ويقطعوا بسوريا. وهذا غير ولد يعني غير ربي وفوتوه على سوريا وتركي ترك الاصل. الإرهابيين محاصرة في مكان؟ الإرهابيين بهذا البناء. سنرى أشياء جديدة. كم شهيد يوجد؟ 2. 2. بتعرف أسمائهم؟ أسمائهم مع المجموعة الثانية. مو تعلم. المجموعات الثانية. نعم. أيمتى استشهدوا؟ 3 أيام. 3 أيام. 3 أيام. اليوم الرابع. اليوم الرابع في الشهيد اللي على الباب شفناه هذا. ايه. شهيد وشهيد بعده. اثنين يعني 5 مرضى ما نسحبهم. ايه في كمان في واحد كمان سحبنا واحد عايش وواحد في عايش. ايوه في واحد سحبوا الشباب بالليل. كويس. الشاحن البيضة ما؟ حاولوا يسحبوا سلاحهم المسلحين، حاولوا يسحبوا سلاحهم. لا 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 ل
من هون من جهه اليسار ايوه وتحت المخزن تحت الدرج انت على اليمين صديق يمين صديق يمين الشاحنات صديق باتجاه الشاحن الصفراء ايه صديق هونيك يوجد صديق ايه صديق يسارك يسار يسار مسلح ايه اسمي ايمن داود ملاح مواليد 88 بيشتغل على البحر بالصيد وبس اريع من شغله بيجي بعاون ابوي بالمحل نجاره موبيليا وضد الدفاع الوطني شكلت من حوالي شي سنة لحماية هالبلد لحماية المواطنين شفنا المسلحين هجموا على المشافة هجموا على الدوائر الحكومية هجموا على المؤسسات الخطف صاروا يخطفوا الأطفال صاروا يذبحوا العالم ما تركوا حدا صاروا المياه بندياتهم عم بيذبحوا فوريا ما تركوا مؤسسة ما تركوا مشفى كلها تفجروا ودمروا واليوم الخامس بهدف اربطوا عليه بعرف من يوم تبعنا اجل اذا شدوا الاشياء بنقول جبنا المطعم كل واحد مجهز الثاني وين وصل التاريخ ليه هون انتوا اشتغلتوا واحد هون واحد دوشتا فوق الرابط هذا من الشارع لتحت ما حيطلع يمين ليسار يا محمد تمام نعم محمد من الاربع ايام لك ايه ايه شو بدك هلا شوف بس فهمني يا تنسحب روح انسحب ما بدي انسحب لك شو بدك انا لي اربع اخ والله عارف لك اربع ايام على عيني وراسي ما حدا جاب لنا لا اكل ولا شرب ولا مي انا ولا شيء شو طول بالك هلا طول بالك هلا لا اله الا الله دوشكا عيط لي محمود دوشكا بعد الندوشكا بعد اذنك خلينا ننزل نجتمع تحت انت مدى ما عبت الدنيا بالدخان ناخذ امر الهجوم كنت أعمل في فرن دمسرخو كمهندس والحمد لله كان ردي قوي كتير يعني كنت أطلع الصبح الساعة 8 أنزل أرجع الساعة 2 والحمد لله رب العالمين وأشتغل عدا على الهندسة جوا بالفرن كان عندي محل خضرة برا الفرن واسترزق منه طبعا ما كان في داعي اني انتسب لاي نوع من الجيش العربي السوري لانه الحمد لله رب العالمين كان الله مفضل وعاطيني اكثر ما بستاهل بس لما تأزمت الامور ووصلت المرحلة انه خلص سوريا رح تخرب سوريا بحاجة لالنا ما رح استنى انا المسلح يجي يقتحم بيتي محل مقاعد انا ان كنت باللاذقية ولا ان كنت باي محافظة استنى لي يقتحمني او استنى ليهجرني لروح دافع عنه لا انا بسبقه لهيك عندي دوافع كتيرة ان اتطوعت بالدفاع الوطني لدافع عن بلدي واحميه بسواعده والحمد لله الله حقق لي وطوعت والحمد لله مبسوط كتير اجل عنا الخينال وقال الشباب انتو جابونا قال اساس بدنا نقتحم ونرجع نتقدم خلونا تسبيت نحن مهام خاصة قال هلا مهمتكم انتو في شو اسمه مصابين وشهداء بتجيبوها قلنا له ماشي جبنا اول جريح جبنا هذا اول جريح شفناه المحل قلنا له قرب لقينا له لقدام ونسحبه عمل هيك طلقه وعمل هيك بعمل والله العظيم بدين قرب خير قرب بطحنا على السلم بعدين شباب يهنا وين حافرين جوار فرديه جوار رماية متر ونص يعني بيطلع على مستوى الأرض ويرمي عين الواحد عشرة على عشرة وين في طلاقية وين في حفرة بتشوفها رمية رش عليا لو على السبعة والثانية إذا بدك يا مهدي يا ابو غري بدك على الثالثة بدك على الثالثة أعطيك لا ما نشوف الله 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 الله
ابو بلال. نعم. كيفك سيدي؟ اهلا وسهلا اخي ميت، اهلا وسهلا علينا. نحن بهمنا كل نتمنى عن حضراتكم بحق الانسانيه، بحق الجيره، بحق العالم الحر. اسرائيل يعني ما واقف مع الشعب نهائيا، وهذا الشيء ما له مصلحته. يعني الان لو تطلع، لو يطلع مسير او مسؤول اسرائيلي يتكلم لصالح الشعب لو كلمه، لتلاقي الشارع يتغير. انا شخصيا وبعض الوزراء اللي في الاونه الاخيره عم نحكي عملاء في الاعلام بحقهم، يعني هي احدى القنوات الاسرائيليه وهي القناه الثانيه بالطبع. نحن كاسرائيل تعرض لنا مجيء ما فعلناه ببساطه عميل اسرائيلي تهريبنا الى الداخل. افراد سوريون قاموا بتهريبنا الى الداخل. طبعا هذا العميل ما يحكي انه وضع يده بيد وهي ساحه معارك شهرون، وضع يد بيد بشار فهو عيني. قبل كل شيء كنا نريد التعرف اليهم، من هم هؤلاء الاشخاص الذين طبعا هذه القناه عم تعرض هذا العميل شو عم يعمل. بخلي انا ضد بشار هو عيني. شهرون الاسرائيلي، شهرون الاسرائيلي اذا بيجي لعندي وبخلي انا يا ابو فادي ضد بشار هو عيني. انا اسمي فراس محمد صبو، مواليد 1985. انا ورثت هذا البيت من الوالد، والوالد ورثه من والده، ويعود يعني عمره عمر قديم. وانا بشتغل هون في الارض، ومن انشأ ومن اول بدايتها انضرب الموسم بشكل على الاخير، لا في اسواق تصريف للخارج ولا في شيء. بقي الموسم على الارض، كب كله على الارض. يعني الأقوى الرابح الوحيد في الشغلة هي إن هي أمريكا عم تبيع سلاحها لحتى تزيد، يعني لحتى تزيد شو اسمه الأموال اللي لها عن طريق بيعة الأسلحة إلى قطر والسعودية، وإرسال وتجنيد الأشخاص وإرسالهم إلى سوريا والقطار. السلام عليكم. أهلا. انطلب على الاحتياط ولبى النداء. خلال 24 ساعة كان ملتحق، وبعد ملتحقه بشهر اجانا نبأ استشهاده. كيف كان حياة، كيف الرعى الجيش، اجباري ولا الزامي؟ لبى نداء الوطن احتياط. احتياط. احتياط مدني. كان قاضي خدمته الالزامي، وصلوا 3 سنين متصرح. وقت اللي انطلب على الاحتياط التحق مباشرة. من أول ما سلموه التبليغ اتصل من شعب التجنيد قبل ما يوصل، ما انتظر يوصل على البيت ليضب أغراضه، اتصل ضبوا له أغراضه ومشي خلال أقل من 24 ساعة. الله أكبر، الله أكبر. بخير رب محمد. خلينا على الطلاقة، خلينا على الطلاقة، خلينا نقرب ولا نربط طرف؟ قرب. تعال استنى انت بشو ما فينا نربطه؟ شادي.
طبعا انا خلقت بسوريا وإلي الفخر اني خلقت بسوريا. طبعا كل الناس كان يعني كلنا بشكل عام اخوه. قبل هالاحداث سيدي كنا عايشين ومبسوطين. يعني كنت انا اطلع الساعه 4 بالليل، يعني كان في امان. الساعه 4 الصبح بالليل طالع بالشارع، العالم بالشوارع عم تتمشى عم تروح عم تجي. الكل كان بيحب بعضه، الكل كان بغرق على بعضه، كلنا اخوي، ما كان في تفرقه، ما كان في شيء. فجأة بليلي ما في ضوء، دخلوا علينا هالمسلحين وما بنعرف من وين الله بعتهم لعنا، قلبوا لنا حياتنا لجحيم، قلبوا لنا حياتنا 180 درجة. وبلشت الأحداث، عصابات مسلحة ترعب المواطنين وصارت تبث التفرقة، وحاولت لبث التفرقة الطائفية طبعا، بس بإذن واحد أحد ما بيطلع لي. يعني لأنه سوريا وإيران والمقاومة بوجه إسرائيل، فحاولوا ضربوا سوريا، حاولوا يفرقوا بيناتهم. طبعا نحن بالدفاع عن الوطن ناخذ قدوتنا ومثلا على المقاومة بلبنان بقيادة سماحة السيد حسن نصر الله، مثل ما هن قاوموا الإرهاب عندي الإسرائيلي والطغاة. شادي فاضل من حما قبل الأحداث كنت اشتغل سائق. رئيف حسن كنت اشتغل عامل عادي. يلا خلصنا يلا جمال 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 عامل عز ولق من قاتل الإرهابي. افتروا موضوع الكفر يا شباب، هذا العمل نحن نازلين وان شاء الله كنتم بحكم الشهداء. رجعت انت شهيد، اخذت مرتبه الشهيد. يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين يا حسين.